السلام عليكم، صباحكم بالخير، وان شاء الله راكم لاباس بخير، وان شاء الله راكم مع هذا اليوم. مازلنا في رمضان، يا ربي كملوا علينا بالصحه والهنا حنا جميع المسلمين. اليوم اني خممت بان ناكل مصفوف في السحور. المصفوف هدف المصفوف هذا في بلادنا هي الكسكسي، وكما نقولوا احنا في بلادنا النعمه الكسكسي، كما نحبوا بالزبيب، نحبوا بالدقله. كاينين الناس في الشمال يديروه بالليغيم. ها هي المقادير النعمه، كسكسي، ها هي الدقله، انا حنديروا اليوم بالدقله. ها هو الماء، هاني دوك نبدا نلشوا بالماء مليح مليح هكا، ونبرم ونخلط على قد ما تدوري تحركي، هو يزيد تبرمي، هو يشيح وانتي تزيدي الماء. دوري حتى تلقاه كيشيح. ها مشايح، ها دوك نزيدلو، حطي الماء بشويه. انا درت هكا تاع زوج عباد برك كسكسي هذا النعمه، كما في المغرب العربي عيطولو، احنا في الجزائر نعيطولو الكسكسي، كاينين في الشرق نقولو له النعمه، كاينين القبائل يقولوا له بربوشه، كل واحد كيفاه. حطيتو باهي يفور، دوك نستنى حتى يفور مليح. هاو قاعد لافابور اللي كان قاعدين نشوفو فيها قاعده تطلع. هاي وين هاي النعمه تاعنا عن الفور تاع الفور الاولى. دوك نحط لها الملح وشويه الماء، هاني دوك نزيد لها شويه ملح ونخلط. نبدا نحط بالعقيله وندور سخونه، اللي ما يحملش السخانه يدير مغرف. ها كيما هادي تاع الحطابور اللي عندكم في الدار، كل شيء يحوم مليح مليح. هاني رديت بعد ما شاح وكل شيء، هاني رديت الكسكسي تاعي المصفوف وفي الغاز الفور المره الثانيه، هاني خليه دوك يفور مليح. هاهي بعد ما النعمه تاع الكسكسي المصفوف تفورت، لا ديرنيغ فوا هادي هي المره الثالثه. اول مره حطيت كيفارت الفوره الاولى، حطيت الماء والملح وخلطت مليح حتى شاح، رديته المره الثانيه. المره الثانيه كي نحيت وحطيت الزبده، هاهي وين الزبده والماء، اللي ما يحبش الزبده يحط الزيت فيها، والو راهو بنين. الفوره الثانيه نزيد نرشو بالماء والزبده. دوك هاو فيرونسون كوم سنعتلكم كيفاه. هاني دوك راني قاعده نشيح فيه مليح بالزبده والماء. اش كيشيح بخصوص الدقله؟ اذا عاد الدقله تاعك قديمه يابسه، جولي دير، لكن عاد الدقله تاعك يابسه حطيها تفور في الفوره الاخرى الثالثه هذيك. واذا عاد الدقله هكا جديده هكا كيما هذه ما تفوريهاش، ديجا هي جديده. دوك نعطيكم كيفاه نديرها. هاي اختي باه نعطيك بخصوص الدقله، الدقله غسليها من قبل يعيشك، لكن ما حبيتيش تغسليها وما مسحيها باسكو يلا باكتيري دو بارتو مانو. ما على بالناش الدقله هذه وين كانت، ومن خاطر مش التجار ما عادوش يستحفظوا على الامكنه المكان نظيف وكل شيء، ما على بالناش. من فضلكم يا خوتي خواتي تغسلوا الدقله. انا بوغ موا غسلتها وقصيت الوحده الدقله على ثلاثه، نتوما قصوها كيما تحبوا كل واحد يعني. دوك نوجد ندير لكم الديكور ونولي لكم. ها هو المصفوف تاعي حطيته في البلاطو، هاني حطيت منا المصفوف النعمه، هاي هادي الدقله، هذا الجوز، وكل واحد خوتي خواتاتي حط واش عنده في الدار. سمعت مش من المزومين عليكم تحطوا هك، سمعت. نزيد نكمل ديكور نولي لكم. ها اختي المسوف تاعنا، راهو اختي خوتي المسوف تاعنا راهو واجد. ها هو وين راهو، نزيد نقلب لكم باه تشوفوا، راهو طري على الكيف. ها زدت حطيت له اللوزون بودر والسكر والجوز من فوق، كل واحد يحط مقدوره، اللي يحب ما يحطش السكر ما يحطش، اللي يحب ما يحطش الزبده ما يحطش، وهذا الشيء كل بالمقادير، كل واحد كل بيت عندها اسرارها.
هاهوين واجل للسحور اليوم، هاهوين خوتي خواتاتي في انحاء كل العالم اللي شاف هذه الفيديو يحط لايك جيم يابوني. ميرسي باغ افونس. بروشين فيديو ان شاء الله يا ربي القناة ربي بالصحة والهنا، حنا جميع المؤمنين يذهب عنا هذا الوباء يا رب العالمين، يهنينا ويهني جميع المؤمنين في كل انحاء الارض. هاي السلام عليكم انكور.